وفصل راسها عن جسمها، وراح ثلاث مرات طعنات في الرقبة، البنت ماتت على جسم امها. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنان، قناة خصصناها بالكامل لعالم الجريمة، لكن بنقدم النصيحة، بنقدم العزة، واهم درس بنحرص عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطاء غيرنا. تعال نشوف الزوج لما يجي من الامارات وظروفه المادية تدوس عليه شوية، او ظروف المادية تبقى صعبة شوية، يا ترى يعمل في مراته وبنته ايه؟ تعال نشوف الزوج اللي عنده 55 سنة اسمه محمد، والزوجة اللي اسمها انشراح 49 سنة وعندهم بنتهم اسمها اسراء 9 سنوات. يا ترى ايه اللي بيحصل وازاي الجريمة دي تمت في محافظة الغربية في منطقة اسمها انطيط الرجبي مدينة المحلة الكبرى؟ الزوج في الامارات وراجع بقى له ممكن عدة اسابيع. طب ايه اللي وصل العلاقة لارتكاب هذه الجريمة؟ وللأسف القاتل مش هيتعاقب، يعني الزوج اللي مسك مراته وفصل راسها عن جسمها، ومسك بنته وخبطها ثلاث طعنات في رقبتها، للأسف الزوج مش هيتعاقب رغم ان هو معترف ان هو اللي قتله، لكن للأسف مش هينال العقاب بايدينا. اللي حصل من يومين، الزوجة بتتخانق مع الزوج عشان مصاريف البيت والظروف المادية. ما فيش شك يا جماعة ان الزوجة بتبقى مش هنقول في حالة انفصام عن الزوج، المفروض الزوجة، ايوه الراجل ليه قوامع صح، والراجل المفروض يصرف، لكن الراجل هيجيب منين؟ الراجل كان في الامارات وراجع واخد شوية ظروف مالية معقدة، ابتدت اموره المادية تبقى متعسرة. المفترض الزوجة تكون ايه بقى؟ المفترض الزوجة تكون ايه؟ المفترض الزوجة تكون السدر الحنين، يعني معليش امر لله، ما تزعلش نفسك، ربنا هو اللي بيرزق، والله ما تزعل نفسك. هو انت لو جرالك حاجة احنا هنفرح؟ انت لو جرالك حاجة مين هيصرف على بنتك ومين يفتح بيتك؟ المفروض الزوجة كده، مش تقول له ايه ماليش فيه، انا اللي اطلب ويجيني. يا بنت الحال معيش، ماليش فيه، ما دام اتجوزت وعملت راجل اصرف. الله يا بنت الحال دي ظروف ماديه، كورونا قفلت الدنيا، الامارات خلاص، انا جيت على مصر ما فيش شغل، ظروف الماديه كده، ما اعرفش، انا اللي اطلب ويجيني، ماليش دعوه تجيبه منين ما تجيبوش منين، ببيت مفتوح وبنتك عايزه وعايزين ناكل وعايزين نشرب، بلاش ناكل بلاش نشرب، نموت يعني نروح نشحت؟ طب يا ستي ما انت ممكن تقولي كل ده بس باسلوب كويس، قولي ده باسلوب كويس. انت وصلت الزوج لمرحلة ان هو بقى مكسور الجناح، حس ان هو زي الولاية، مش قادر يصرف على بيته، مش قادر يكفي بيته، مش قادر يسكت مراته، مش قادر يوكل بنته، وصلت جوزك لمنطقة صعبة جدا، يعمل ايه الزوج بقى؟ تعالوا نشوف الزوج عمل ايه. بس في البداية بندعوكم للاشتراك في قناة ساعة مع حنفي، تفعيل الجرس ليصلكم الاشعار وقت ذات الحلقة. اللي حصل الزوج في اليوم ده اتخانق مع مراته خناقه كبيره، قعد يفكر طب دلوقتي اعمل ايه في الدنيا؟ اجيب منين؟ الحال واقف ومفيش شغل والظروف الماديه زفت ومراتي مش ساكته والبنت صغيره عايزه مصاريف وداخلين على مدارس وعايزين ملابس وعايزه شوز وعايزه شنطه ومصاريف المدرسه، اجيب منين؟ ومراتي مش رحماني والبيت مفيهوش حاجه ابيعها. فكر فكر، قال لك مفيش غير حل واحد، انا مش هسيب مراتي تشحت، ومش هقدر اطلع مراتي بحبها، وبنتي مش هسيبها تتبهدل. يعمل ايه الزوج؟ راح جاب السكينه وراح جاب مراته وقال لها انت مش هتسكتي، انت هتعمل ايه انت هتعمل ايه؟ قال لها انا هخلصك من الدنيا، وراح ذبحها. بعد ما ذبح مراته بص على بنته، طب مراتي وهي ماتت قدامي وانا هدخل السجن، بنتي دي مين هيربيها؟ لو وديتها لاخواتي هيشغلوها خدامه عنده، لو رميتها في الشارع الشارع مش هيكون حنان عليها، اوديها الملجا طب اعمل ايه؟ بنتي اعمل فيها ايه؟ طب انت ما فكرتش في كده قبل ما تقتل امها؟ طب انت ما فكرتش في بنتك قبل ما تقدم على اي عمل اجرامي؟ ما فكرش، كل كان همه يخلص من مراته اللي هي سبب المشاكل واللي مش صابره عليه، فراح ذبحها موتها.
بعد كده قال لك لا مش هسيب بنتي، مش هسيب بنتي، هسيبها لمين؟ لاخواتي ولا لعمامي ولا الخلاني؟ هتبقى خدامه عنده. لا ده عرض وشرف، تعالي يا حبيبتي هوب، والبيت طبعا كان شايفه امها بتموت، كانت واقفه ولا بالصدق، يعني بقول ان البيت دي كانت ميته من قبل ما تموت، يعني البيت دي وهي شايفه ابوها بيميل لامها وبيضحى من قفاها لغايه ما جاب الرقبه كلها، البنت كانت واقفه، البنت لا صرخت ولا عيطت ولا بكت، البنت كانت واقفه ساكته. راح مسكها الاب، وعشان كده بقول لك البنت دي ما حسيتش، يعني البنت دي هذا والله اعلم، يعني البنت دي لما ابوها كان بيموتها البنت كانت ميته. راح واخد البنت، البنت عاوز طويتها كده، راح واخدها وراح ثلاث مرات طعنات في الرقبه، البنت ماتت على جسم امها. قعد بعد كده يفكر لام وخلصت منها وبنتي خلصت منها، ابلغ الشرطه. طب انا ابلغ الشرطه ليه؟ عشان هدول بقول لكم هو مش هيتحاسب، مش هيتعاقب، مش هيتسجن حتى، لان هو حسبها حسبه تانية. قال لك انا قتلت مراتي وقتلت بنتي، طب هتيجي الشرطه هيقبض علي واروح النياب ويجيبوني عشان اعيد التجربه من تاني، واقول لهم قتلت ازاي، واسلم سلاح الجريم، ومثل تمثيليه كامله لكيفيه ارتكاب هذه المذبحه، وبعد كده ياخدوني للسجن، وتفضل القضيه في المحاكم لغايه ما القاضي يجي في الاخر بعد سنه اتنين تلاته يصدر حكم الاعدام. طب وليه ده كله؟ وجوع البلاء والانتظار، كده موت وكده موت، هيشنقوني في المركب في السجن؟ طب وليه اتعافهم؟ وليه اعيش 3-4 سنين في اثناء اجراءات التقاضي وتاجيلات واطلاعات ومحامين ومصاريف؟ طب ليه ده كله؟ انا احسن حاجه انفذ الحكم في نفسي. راح جه في الجنش اللي هو بتاع المروحه اللي في السقف ده، وراح حاطط الحبل وكتب ورقه، قتلت مراتي، قتلت بنتي بسبب الظروف الماديه وما حد الصبر عليا. وراح مضى وراح حط رقبته في المشناه وراح خبط الكرسي برجله ونزل ميت. عشان كده قلت لكم هو مش هيتحاكم ولا حد هيوجه له اتهام، هو يطلع عند ربنا هو اللي فعلا اللي هو الحكم العدل. لان مراتك ذنبها ايه في ظروفك يا اخي؟ طلعها وهي تشوف حالها، وكانت تبقى بنتك معاها، اتجوزت كانت تتجوز واحد يصرف عليها هي وبنتها، لكن تقتلها؟ طب يا سيدي هي مزعلاك، طب بنتك الصغير دي اللي طالعه للدنيا ورده ايه ذنبها؟ عملت ايه؟ تقتلها ليه؟ خاف على مستقبلها؟ انت لو خاف على مستقبلها ما كنتش قتلت امها، لو انت خاف عليها ما كنتش عملت الجريمه من اساسه، كنت اقول عشان خاطر بنتي اروح ابيع التراب، عشان خاطر بنتي اشيل الاسمنت على كتفي واشيل الجبس والخلطه، لكن انت ما عملتش كده، انت كل اللي عملته ان انت قتلت امها وبعد كده قتلتها هي عشان تريحها من الدنيا، مين قال لك ان موتها راح؟ ده الرسول كان يتيم، هي كانت تبقى يتيمة الاب والام، بس ربنا ما كانش هينساها. سيبها يا اخي وظروفها، يمكن تقع في ولاد ناس حلال، يمكن اهلها يعوضوها عنك انت وامها، لكن تقتلها وفي الاخر بتقتل نفسك؟ هتقول ربنا ايه؟ قتلت مراتي وقتلت بنتي عشان بحبهم؟ طب قتلت نفسك ليه؟ ده كان الدولة كانت شنائتك كان اريح لك انت عشان تقف قدام ربنا، ما تقولش ان انت اللي موتت نفسك. ازهاق الروح ده مش بالسهل. لكن هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.